لا يخفى على الجميع ما خلفه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار، حيث عثرت القوات الأمنية وبمشاركة مكتب مفوضية حقوق الإنسان على مقبرة جماعية لأكثر من 70 رفات في منطقة الجرايش شمالي الرمادي، تعود إلى عشيرة البنمرة التي تقطن قضاء هيت غربي المدينة. حيث زار الفريق المعني بالكشف عن هذه المقبرة موقع المقبرة، والتي هي عبارة عن حفرة في وسط صحراء الرمادي في منطقة الجراشي قرب بحيرة الثرثار. وهذه المقبرة هي عبارة عن حفرة كانت مملوءة بالماء وقت ارتكاب المجزرة. تم اللقاء بذوي المغدورين، وتم الاستماع إلى إفادات الشهود، وتم الاتفاق على تنظيم قاعدة بيانات تضم أسماء الشهداء المدفونين في تلك المقبرة. وقام بهذا الإجراء مؤسسة الشهداء، ومن ثم خلال الاستماع إلى إفادات الشهود تبين أن عدد الشهداء المخدورين في هذه المقبرة هي ما يقارب 70 شهيد. فيما طالب الأهالي بإنصاف حقوق الشهداء التي ارتكبها داعش في تلك المنطقة، والذي ذهب ضحيتها مئات المدنيين العزل إبان احتلاله لها. المفروض يعني احنا كدولة انه انجازيهم انجاز عائلتهم بشيء يعني ولو بسيط، يعني براتب يعني على الاقل، حتى يكون كمل مسيرته، حتى يشوف الانسان اللي يضحي الى موقف الى راتب، يعني يصير دافع معنوي للشعب انهم يتطوعون ويضحون في سبيل وطنهم. طالب من الحكومة تعويض الاهالي لان تضرروا وعندهم شهداء وعندهم عوائل وهاي وايتام، ونطالب السيد رئيس الوزراء بدعم العوائل هذول المتضررة لأهالي المقبرة. المقبرة التي تم العثور عليها تعد دليلا على مدى فظائع الجرائم التي مارسها عناصر تنظيم داعش ضد أهالي المنطقة، التي اتخذها سبيلا لخلق الرعب في نفوس الأبرياء. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.